صباح الخير. ب15 آب هالسنة منضوي شموع ومنكتر، نرفع الصلوات للسيدة العذراء على نية لبنان والشرق، منصلي من أجل كل المضطهدين تحت نيران الإرهاب والتطرف. لأمنا مريم العذراء مكانة مميزة بقلوب كل اللبنانيين، وبالعيد بتتحول الكنائس بالمدن والقرى إلى مزارات ومحجات للصلاة. نتمنى بعيد الانتقال أن سيدة لبنان تنقل الوطن من حالة القلق والانقسام للوحدة والسلام، وترفع الظلم عن غزة والعراق والشام. نحن بدورنا كمان منجدد المعايدة لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا، خاصة لكل يلي بيحملوا اسم مريم وماري وسيدة، من دون ما ننسى نعيد كمان مرة زميلتينا مريم الحاج وماري تراز معلوف. ينعاد عليكم. بالأعياد والمناسبات وبموسم الصيفية بتتوجه كل الأنظار لحركة الذهاب والإياب بمطار رفيق الحريري الدولي. مطار بيروت هو أول محطة للزائر بلبنان، ولهالسبب أراد الرئيس الشهيد أنه يكون المطار على مستوى كبير من الهندسة والتقنيات والخدمات. اليوم ومن بعد مرور سنوات، البعض عم بيتشكى من تراجع مستوى الخدمة بالمطار، كما تراجعت بسبب الوضع الأمني حركة المسافرين يلي اقتصرت على السوريين والعراقيين والمغتربين اللبنانيين. لنتعرف أكثر على واقع المطار منبقى مع تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة. بين طابقين بيفصل بينهم مصعد ودرج كهربائي، بتجتمع كل المشاعر، فبين فرحة الوصول وحزن المغادرة، كم هائل من المسافرين بيعبروا يوميا بوابات مطار رفيق الحريري الدولي. هالمطار اللي أراد الرئيس الشهيد أنه ينافس أعظم مطارات العالم ويكون أجمل ما توقع عليه عيون المسافرين بالذهاب والإياب، توقف فيه الزمن وبحسب العابرين بالعام 2005. فمن وقتها ورغم القدرة على المحافظة على مستوى مقبول من الخدمات، فإنه لم يجري أي تطوير يذكر، بل يمكن العكس، تراجعت نسبة الخدمات قياسا للتطور اللي عم تشهده مطارات العالم. دولة الرئيس فكر لبعد 100 سنة وعملنا هالمطار الله يرحمه، شيء برفع الراس، شيء حلو كتير. برا انه التطور تغير، هلا هون مدة 10 سنين المطار هو ما في شيء تغير، ممكن رجع شوي لورا. هي الخدمة لا بأس فيها، ممتازة كمان يعني فينا نقول، بس المشكلة الحرارة كتير، في شوية قلة التكييف. بالتكييف ايوه. المقاعد ما عم بتكفي. هذا أهم ملاحظة، يعني مو معقول المسافر يتم ساعتين وثلاث ساعات يوقف على إجري لا يدخل على ترانزيت. كل شيء تمام، كل شيء منيح، بس لو بتقلي هذا الباب يا رام. هذا الباب مسكر على فكرة. آه كيف بدي أظهر؟ تظهر من هناك، باب واحد مفتوح. So I have to go back. ما نرجع من هون؟ الطريق كتير عجقة، يعني مينيموم أخذ 45 مينتس. حمامات بينشغل شوي عليهم، بس إنه غير هيك ماشي الحال. في فرق كبير بين بألمانيا أحسن منهم بكتير. المطارات أرتب يعني كمعاملة بكل شيء. ما في عدل، بشكل الناس قدامنا ما بيقفوا بالصف، يعني ناس بتنطر حسب ناس. الازدحام اللي عم يشهده المطار مثل هالوقت من السنة قد يكون طبيعي، لكنه على الأكيد ما بيدل على ازدهار وحركة سياحية، فأغلبية المسافرين هن من اللبنانيين المغتربين، بيتبعهم المسافرين السوريين اللي عم يعبروا على طريقة الترانزيت، ومن بعدهم العراقيين اللي عم بيلاقوا بلبنان ملاذ آمن هربا من الحرب ببلدهم. مبين انه على الخروج العجقة أكتر، عم يصير في عجقة على الوصول، بس ما في ركاب، يعني ما في تاكسيات، كله بيستقبلون أهلهم يعني. اللبنانية يعني بالمئة 99. أنا بس شايف حركة منيحة، في عجقة برا كتير بالسيارات واقفة قدام المطار. أول شيء نحن من سوريا يعني، والجو رايق يعني، ما في لا ضجة ولا شيء، وهدوء شوي. الوضع عندكم جيد؟ نحن سوريين متجهين لسوريا هلا. يعني ما شاء الله المطار بالمغادرة دايما عالم ركبي على بعضها،
انه بتشوف بالمجوي لبنانيه بيجوا بتتامل انه يكون هذا انديكيتر انه البلد عم يتحسن، بس ترجع بتطلع كل العالم هربانه. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعر الندم والعباد الغافلين قبلك وقبلي. ليس المشاعر فقط اللي عم تختلط بالمطار، إنما أيضا كل التناقضات. فنسبة كبيرة من المسافرين عم بيغادروا بفرح، ونسبة أكبر عم بيوصلوا بحزن وأسى. أنا المطار بحبه لشغلة واحدة، وقت غادر لبنان بس، وقت الاستقبال ما بحبه. منتابع حلقتنا ضمن برنامج مهرجانات أعياد بيروت يلي قدم أمسيات لبنانية وعالمية كانت مساحة تكريمية للأستاذ وديع الصافي. طلح بابنا يا بيت صامت بالجنوب، خضرة يا بلادي خضرة، وغيرها من الأغاني يلي صارت جزء من تراثنا اللبناني كانت حاضرة بالحفل التكريمي يلي أحيى الفنان جوزيف عطية، الفنانة سارة الهاني، ونجلي الراحل جورج وأنطوان الصافي. أجواء هالأمسية منتابعها بهالتقرير. من لبنان البلد الأحب إلى قلبه، لبيروت المدينة اللي عشقها، إلى قلب مهرجان أعياد بيروت. ومن بعد سنة ونص على رحيله رجع الفنان وديع الصافي إلى مهرجان أعياد بيروت من خلال حفلة موسيقية تم إحياء ذكرى من خلالها، فمن الفنان جوزيف عطية إلى الفنانة سارة الهاني إلى نجلي وديع الصافي أنطوان وجورج الصافي، تم استرجاع أجمل أغاني وديع الصافي من قلب بيروت إلى قلب اللبنانيين. العالم رح تحضر رح تحس قديش أغاني وديع الصافي، يعني شيء في كتير ناس حيقولوا يمكن هذه ما كنت عارف حتى أنه له قد ما عنده ريبرتوار كبير. يعني نهزموا العدا نهزموا العدا قدام رنجر جيشنا، نهزموا العدا قدام رنجر جيشنا. يا بلاد ترى قلوب وشرنا الجو الهاد يا عدود قد ما نكرم دكتور وديع الصافي، وقد ما نعمل له حفلات، وقد ما نكون عم نغني له اغنياته، ما رح نقدر نعطيه حقه. هالانسان العظيم يلي مرق بتاريخ لبنان، يلي علم بالكبير والصغير. تكريم وديع الصافي هو تكريم للقيم وللفن الاصيل وللوطنيه. كرست وجودي بوقت المرحوم لحتى أكون أسنده بكل شيء ممكن، كل شيء بقدر عليه. ما بيجي مثله بديل، ونحن جايين من عمشيت لهون كرمال هيدا الاحتفال. جبار الأغنية اللبنانية القديمة، هلا حتما للجيل الجديد ما بيعني كتير، بيعني لي بس بيعني العالم، بيعني للعالم كله وديع الصافي. علو ملو ملو ما ضخم الله ودفل عيوني يا حلو ويا مهضوم. علو ملو ملو هذا شيء كتير حلو انه حدا من جيلنا عم يحضر وديع الصافي. بيذكرني بالناس اللي ما بيكذبوا. رمز لبنان استاذ وديع الصافي، ما في شيء ننقل غير عنه هيك بس. Oh,
خطيط محبة ووفاء قدم مهرجان أعياد بيروت لذكرى وديع الصافي الفنان العملاق اللي قدم أجمل أغاني للبنان وللبنانيين. فافتتح الحفل مع أغنية الله يا تراب عنطورة ومع أغاني مثل عندك بحرية، زرعنا تلالك يا بلادي، بالساحة تلاقينا، لبنان يا قطعة سما، عمر يا معلم العمار وغيرهم. أغاني وطنية لبنانية ترابية أصيلة بتبرهن مرة جديدة عن قيمة لبنان وشعبه. أنا هو مثل رمز لبيروت للبنان، نحن نفتخر فيه صراحة. حبينا أنه نشارك، نرجع نتذكر الأمجاد اللي كان عايش فيها وعايش لبنان فيها. يعني وديع الصافي مدرسي، يعني ما فينا نقول لا. لا، نحن ما نجي نحتفي، نحن ما نجي نكرم وديع الصافي، نحن ما نجي ننبسط ونغير جو. يعني من هي في أغاني بنضل نسمعها وحنضل 50 سنة نسمعها. يا مروان على مهلك وعم يتارك أهلك وبلدك وأهلك إنه كتير حفظته أغاني وديع الصافي لبنان. أنا وبالفعل الله يرحمه عطى كتير. إن شاء الله تكون كل أيامنا أعياد وأفراح ومهرجانات. حنينك طمني ويدك رمتني مثل ما الجاهل بيرمي للتار. يا ام الضفاير حلوه وجيبي للعالي، مضوي جمالك مضوي مشعشع بالليالي. بالنهاية بلبنان رح نضل هيك، رح نضل احتفالات ورح نضل مهرجانات وإن شاء الله منضل هيك على طول في حفلات بلبنان. مهرجان أعياد بيروت اللي عم بتابع نشاطه الفني مع مجموعة من أهم الفنانين كان له لفتة مميزة ومشكور عليها للفنان الراحل وديع الصافي ولأجمل أعماله الفنية. عندك عسكرية سمرة ولبنانية، والبحر كويس يا ريس، وصلني حبيبي حبيبي.